قال رئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي سفير أنغوليا لدى الأمم المتحدة إسماعيل مارتينز يوم أمس الثلاثاء إن المجلس سيقوم بالتصويت على قرار بشأن كوريا الديمقراطية مساء هذا اليوم الأربعاء. في اليوم نفسه عقد المجلس مشاورات عن برنامج العمل في شهر مارس الجاري، وقد تم التوصل إلى اتفاق. وعقب الاجتماع قال مارتينيز في مؤتمر صحفي إن أعضاء المجلس قاموا بمناقشة وثيقة القرار الخاص بكوريا الديمقراطية وهم على استعداد للتصويت، كما سيتم قبول هذا القرار اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن يتم اعتماده. سنقوم يوم الأربعاء بتصويت على القرار الخاص بالمسألة الكورية الديمقراطية الذي تأخر لمدة طويلة، ونأمل أن يتم اعتمادها يوم الأربعاء. كما قال مارتينيز إن الصين ظلت تدفع المحادثات السداسية من أجل مشاركة كوريا الديمقراطية في حل المسألة، مضيفا أنه يتعين مواصلة دفع المحادثات بعد اعتماد القرار لبناء الثقة المتبادلة بين الكوريتين. وقال إنه لا يأمل في رؤية اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية. جدير بالذكر أن كوريا الديمقراطية أعلنت في 6 يناير الماضي عن تجربة نووية جديدة، وهي المرة الرابعة منذ التجربة الأولى التي أجريت في عام 2006. كما أعلنت كوريا الديمقراطية في 7 فبراير الماضي عن إطلاق قمر صناعي بصاروخ بعيد المدى. وردا على ذلك أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا أدان فيه استخدام كوريا الديمقراطية تكنولوجيا الصواريخ البالستية في أنشطة الإطلاق، وقال إن المجلس سيتخذ تدابير للتعامل مع المسألة بعد اعتماد القرار الجديد.